صباح النور عزيزتي، أعزائي. هذا النهار وبطلب من المتابعات العزيزات على قلبي، شكرا على التعاليق ديالكم فيما يخص الوصفات اللي قدمت ذاك النهار. اليوم جبت معكم وصفة جديدة واللي هي سهلة، وكنظن أن بزاف الناس كيديروها، كاين غنوريها لكم بطريقتي. اليوم ذكرى المسيرة الخضراء، كنحييكم وكنقول لكم الله الوطن الملك، وذكرى مجيدة، ذكرى فخر لكل المغاربة. بغيت يعني نستحضر الذكرى بألوان العلم الوطني. حكيت قطعت أنايا بصيلة دي ترونش صغار، قطعت فلفلة حمراء، فلفلة خضراء، درت مليحة، حكيت تويمة غير راس ديال التومة واحد، وغادي نخلي هاد المقادير ينزلوا وغادي نرجع معكم باش نكملوا الوصفة ديال اليوم واللي هي سهلة مهلة. كنظن ان جميع الاخوات وجميع الامهات كيديروها لانها كتعجب الاطفال ديالنا، فخليكم معايا حتى نكملوا الوصفه جميعا. تحياتي لكم، صباحكم مبروك ونهاركم مبروك، وهذا عيد كبير وهذا نهار كبير، وتحياتي للجميع. ها انتم اخواتاتي، من بعد ما طاحت ديك البصيله والفلفله ضفت لهم شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار. هنا ما خرجتش الكفته بكري من الفريغو، غادي حطيتها معاهم، غادي تطلق الماء ديالها لانهم هما نتوما نشفوا، غادي تطلق الماء ديالها وغادي تفرتت، وغادي يعني درت فالطه انني ما جبتهاش بكريم من الفريغو حتى ندير الوصفه، عاد فكرت جبتها. ماشي مشكل، يعني غتكون عندكم كفته طريه، ولا حتى الا كانت حتى نتوما نسيتوها كندير لها الطريقه، هي راه كتبقى تهبط وكتطلق الماء، عاوتاني كترجع كتشرب داك الميه ديالها يعني كطيب مع هاد البصله ومع هاد الفلفله، على ما تطلق وعلى ما تطيب، ونرجع معكم باش نكملوا الوصفه. المهم من بعد ما كطيح البصله وداك الفلفله اللي معاها، كنديروا شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار، كنضيفوا الكفته على ما يتجانسوا كاملين وطيب الكفته ديالنا، نرجعوا ونشوفوا شنو غادي نضيفوا اخر. عودنا اليكم اصدقائي صديقاتي، باي باي من الطبصيل. من بعد ما خلينا الكفته كتهبط في داك في الوصفة الأولى، جيت لكم وصفة ثانية وسهلة سهلة سهلة جدا. هنا من بعد ما دقينا هنا القصيبرات وتويمات وشوية الملحة هما هادو، غادي ندوزو لوصفة أخرى واللي هي كتجي جد رائعة رائعة رائعة. خليكم معايا حيت هز التليفون بيدي، كنضقو قزبور مع تويمة مع مليحة، هانتوما تشوفوني شنو غادي نضيف عليهم ونوريكم شنو غادي نديرو بهاد الشرمولة اللي غادي نصوب دابا. الوصفه هي دنجال مشرمل في الفران، هنا ضفت شويه التحميره، شويه ديال الكمون، شويه الزيت، واللي كتعجبو الحاره بطبيعه الحال يضيف شويه ديال السودانيه. انا منوعة عليا الحاره حيت حافظ ما كياكلش الحاره، درت غير التحميره الكمون. هنا الدجال ها نتوما قسمته على اربعه، ها هي قسمته على اربعه. غادي نخلطوا الشرموله، انا شاده بيد وكان نخدم بيد، هانتوما شو كي كتجي كتشهي كتشهي كتشهي. المهم غادي نسالي وغادي نشرملهم وغادي نرجع معكم في الشكل النهائي قبل ما ندخلهم للفران. ما تزبيوش، خليكم معايا ونرجعوا. هانت يا خويتي، بعد ما طابت من الكفته وتجانسات مع البصله والفلفله، كاخر حاجه كنضيفوها هي المعدنوس، شويه ديال المعدنوس حيت ما خصوش شويه يتحرق مع البصله، كنضيفو كنبقاو نخلطو حتى كتشرب لنا مزيان داك اللبن اللي كتطلق الكفته، خصها تشرب ما يبقاش، ونرجعو نكملو الوصفه. راه عارفه راسي طولت عليكم، ولكن ما عندكم ما ديرو، خصكم تصبروا معايا حيت انا راه خوتي راه ماشي المحتوى ديالي هو الطياب، ولكن في اطار التحدي مع بعض الناس اللي ما كياكلوا وما كيشربوا، مقابلين غير عباد الله، ومقابلين اعراض عباد الله، ومقابلين اسرار عباد الله، في اطار التحدي معنا ما نديرو، في اطار ان بعض الاخوات قالوا لي شاركي معنا بعض الوجبات ولا بعض الوصفات اللي كديريها لوليداتك، هذا غير في اطار المشاركه. فتحياتي لكم، ما تزبيوش، خليكم معنا حتى نكملوا الوصفه النهائي. هنا جبت كميه ديال الرز اللي سلقتها مسبقا، وغادي نضيف عليها الحشوه
اللي طيبت ها هي مازال سخونه ها هي. غادي نخلطها غادي نخلطها، خليكم معايا غادي تشوفوا شنو غادي نضيف عليها. هنا ضفت عليها شويه ديال الزيتون مقطع، غادي نخلطهم كاملين وغادي نرجع معكم وغادي تشوفوا شنو غادي نديروا بهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا دزنا لاصوص اللي غادي نرافقوها مع الطبق. هنا حكيت مطيشه كبيره، زدت معها لاصوص مطيشه، اللي عنده هادي يديرها، اللي ما عندوش يدير معلقه كبيره ديال حك ديال مطيشه، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، تويمه محكوكه غير راس الثومه، شويه ديال سنين، انا ما عنديش، عندي غير المرسو، درت هذا المرسو هذا. ورقه سيدنا موسى انا قلبت عليها لقيتها تسالات لي، ضروري ديروا معها ورقه ديال سيدنا موسى، انا ما لقيتهاش، ماشي مشكل ما درتهاش. غادي نخلطوا هاد المطيشه هاد لاصوص ونخليوها حتى تشرب مزيان وتجانس، وداك الساعات ندوزوا البقيات الوصفه، نكملوا الوصفه مع بعضياتنا. هادشي راه دغيا دغيا كيتقاد دغيا، دابا حيت انا مع المونتاج وهذا، ما راه الوصفه دغيا دغيا في ساعه. ها نتوما من بعد ما انتهيت لاصوص درتها في اللاطه ديال الفرن، درتها من تحت، عندي فلفلات دوك الكبار حمر وعندي صفر، ها نتوما عمرتهم بالحشوه اللي سبق لي شاركتها معكم، وغادي نغطيهم هكا وغادي نغلفهم بالبابي بورق الطبخ، ونغلفهم ببابي الومنيوم وندخلهم للفرن. من بعد ان شاء الله ما يطيبوا غادي نخرجهم، غندير عليهم، نحيد لهم هاد الغطايه ديالهم، ندير عليهم شويه ديال الفرماج، نردهم يذوب شويه الفرماج، وهالاكله ديالنا واجده. خليكم معايا ما تزابيوش حتى تشوفوا الوصفه في النهايه ديالها. هنا الدنجال من بعد ما شرملناه دهنا اللاطه اللي غادي يدخل فيها الفرن بشويه الزيت، ستفنا حيت انا درت غير ثلاثه ديال الدنجالات، كاينين حنا غير ثلاثه بينا، البنيته راها عند جداتها. غادي ندخلهم للفرن قد قد هو واللاطه اللي وجدناه هي هذه، غادي ندخلهم بجوج للفرن يوجدوا، وها حنا معكم ان شاء الله غادي تشوفوا الطبق النهائي. نتلاقاو ما تزابيوش. ومن بعد اخوتي ما انتهينا، ما وجد الوجدات الفلفله معمره، درت فوق منها شويه ديال الفرماج، رديتها للفران تسخن حتى دابا الفرماج. هذه هي لاصوص اللي كما كتشوفوا كتجي من تحت الفلفله، وهذه طبعا الدنجال. يا سلام المعمر بالشرموله كيجي، يا سلام، عرفتوا غيجربوهم ساهلين ماهلين، وكيجيو بنان 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 بنان، ما تصوروش كي كيجيو. ها نتوما ها كي كيجيو من الداخل، يا سلام. ممكن ذوق ذوق السي حافظ، الله، عرفتي مع هاد لاصوص كي كتجي ذوق حتى لاصوص، قول لي الراي ديالك. الله العظيم زعما ماشي، والله الا خشاف له حاجه يذوق باش يدي ديال وخلاص هدارك ديما. زعما شكرا بزاف، والله الا شكرا من القلب. لا المهم اخوتي ها هي الوصفه، واللي زوين في هاد الاكله الاخوان والاخوات هو لي كولور. شنو هاد النار، ذكرى المسيره الخضراء. تعمدت انني ندير في الحشوه الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، وتخليدا لذكرى المسيره الخضراء كنقول لكم عاش المغرب موحدا من شرقه الى جنوبه ومن غربه الى شماله، دامت المملكه المغربيه حره ابيه من طنجة للكويره، ولا عزاء للحاقدين. الله صاحب الجلاله والشفاء، والشفاء والشفاء، كنتمنوا الشفاء لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وادام عزه ونصره، وحفظ الله له الاسره الملكيه، ولي العهد ولاله خديجه وجميع الاسره الملكيه. واحد القضيه قبل ما تسالي، نعم تسالي الله يرضي عليك، ما تقطعش هذا المقطع. ما نقطعش. اش تبانوا عليك الفلوس؟ ايوا مولات الشكاره حفيظ، وسوبر وسوبر شاط، والبارطاج الاخوه والاخوات. شوف قال لك نكر نكر الخير ما فيه ربح، الخير صدر نكر الخير، والله ما فيه ربح، بالسيف غيبان عليا الخير. والله ما لك الحمد، وشكرا للاخوات اللي كيصيفطوا السوبر شاط، شكرا للاخوات اللي كيصيفطوا السوبر خاص،
ليه لا يخطيكم علينا ولا لا يخطي علينا. وشوف اللي كيقول شي حاجه بصحتنا وراحتنا ولا عزاء للحاقدين. وشكرا لكم وتابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر. وما تنساوش اللايكات وما تنساوش اللايكات ما تنساوش البارطاج ما تنساوش الا قدرتوا تدعموا القناه. مره مره انا غادي نخصها غير بحال هاد الشهوات ومره مره نبان معكم هكا في شي فيديو. تحياتي لكم والى اللقاء ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم بزاف.